الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة في بغداد فيما استقر بتداولات محافظة أربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، كما سجلت محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 147,750 دينارا عراقيا في حال البيع، بينما بلغت أسعار الشراء 146,750 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهد صرف الدينار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت وزارة التخطيط في العراق استمرار ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المحلية والمستوردة من قبل القطاع الخاص متأثرة بارتفاع أسعارها في السوق العالمية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي أن معدل تغيير سعر الطابوق العادي ارتفع خلال شهر أيار الماضي إلى 166,000 دينار لكل 1,000 قطعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام الماضي. وأضاف الهنداوي أن سعر الإسمنت ارتفع خلال شهر أيار المنصرم بمقدار 14%، في حين ارتفع سعر الحديد ذي المنشأ الأجنبي بنسبة 16%. ارتفعت إيرادات النفط العراقي إلى نحو 6 مليار دولار خلال أيار الماضي وسط تحسن الأسعار عالمياً، وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام قرابة 90 مليون برميل خلال أيار الماضي، من بينها 86 مليون برميل من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق. ولفتت الوزارة إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. هذا وارتفعت أسعار النفط عالميا ليصل مزيج برنت فوق مستوى 76 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ شهر تشرين الأول عام 2018. ألمح وزير النقل المصري كامل الوزير إلى إسناد إدارة السكك الحديدية لشركات أجنبية، وقال وزير النقل المصري إنه لم يجد تعاونا كافيا من مدراء وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل، وأنه قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل على النهوض بهيئة السكك الحديدية بحسب قوله. وتأتي تصريحات الوزير بعد حادث قطار الإسكندرية حيث توعد بفصل كل من تسبب في هذا الحادث. صعد فائض ميزان التجارة السعودية الخارجية بنسبة 52% على أساس سنوي خلال أول 4 أشهر من العام الحالي. وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن فائض الميزان التجاري بلغ 25,400,000,000 دولار، وارتفعت قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية بنسبة 23%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 12.3%، وكان الفائض التجاري للسعودية هبط بنسبة 59.9% خلال عام 2020 إلى 44 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار في عام 2019. ختام الموجز بأمان الله.